فكرة عظيمة جدا في الحقيقة. يعني هذا أولا، هذا المهرجان متخصص للأطفال، بيشجع كثير من إبداعات من الأطفال، وخاصة إنهم بيشجعوا إن الأطفال يقفوا على الستيج يقدم أنفسهم، قصصهم، رواياتهم، بيمنحوا لنا الجوائز ويقيموا الأفلام، فهذا شيء عظيم، بيشجع الإبداع، بيشجع الحماسية في العمل، فهذه روح المهرجان. احنا في يعني احنا بنشعر اننا سعداء جدا اننا نشارك في هذا المهرجان سنويا، بتدعم الصين وتشارك الصين سنويا هذا مهرجان الاطفال. انت بتعمل ايه وليه وهدفك ايه؟ طول ما في هدف انت مستمر وبتعمل، وهيبقى قدامك تحديات كتير وفي ناس كتير هيزهقوك في عيشتك، لكن انت بتشتغل وعارف انت بتعمل ايه، ومفيش حاجه بتيجي بالصدفه. في غلطات، انا بعمل غلطات، لكن بشتغل بجد، فلازم تطلع نتيجه مش امتياز لكن ممكن اخد جيد. فكرة الفيلم ان احنا كنا زمان زي عرايس الماريونيت الخشب، وبعدين احنا اتحررنا من اليود ومن الخيوط ورجعت لنا ادميتنا تاني، وفي الاخر اخر الفيلم بتحول من عروسة خشب لبني ادم. كنت متوقعة لا خالص، هما اتصلوا بيا امبارح قالوا لي ان انا فزت بالجائزة التانية وانا مكنتش عارفة. اول ما عملت الفيلم، فكرة الفيلم كانت موجودة من قبل الثورة بكتير، يعني مش عشان الثورة، كانت موجودة عندي من قبل الثورة أصلا، بس على الحرية عامة، مش الثورة بس، الحرية يعني في كل حاجة. قدرك بعد الجائزة؟ هشتغل وأعمل فيلم تاني وثالث ورابع لحد ما أعمل فيلم طويل إن شاء الله.